يا جيراني
شو عطا يا جيراني، شو عطا
شرب كفن التكير انا يا ولد
أسلم واجعلي السيد أمين بودفلة. أراد أن يكرم السيد مدير قصر الثقافة ومدير الثقافة بالنيابة السيد مروي الرقين. يتفضل معنا ويتفضل لتكريمه السيد رئيس المجلس الولائي. فتحية له. وهو مدير الثقافة بالنيابة لمدينة تلمسان. إذن يتفضل معنا الآن محافظ المهرجان سيد أمين أبو دفلة لتكريم سيد الوالي الولاية على المجهودات الجبارة اللي قام بها على هذا المهرجان. سيدنا
سي أمين أبو تفلا وهو وحافظ المهرجان. وحافظ المهرجان في الموسيقى الحمدي كرم ولي ولاية تلمسان. بارك الله فيكم، شكرا لكم جميعا. الشيخ ابراهيم ليو مع الايمان حفلنا. اذا حضورنا الكريم ما زال متواصلا. من باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يقول المتنبي: لو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم ما كنت بعد قولي هذا إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن وجه الشكر. إذن شكرا وشكرا للسيد ولي ولاية تلمسان لإشرافه على فعاليات المهرجان. شكرا لوزارة الثقافة، شكرا للسيد مدير قصر الثقافة ومدير الثقافة بالنيابة، السيد مدير دار الثقافة كاتب ياسين لولاية بلعباس، مدير المسرح الجهوي لمدينة وهران، أعضاء محافظة المهرجان على رأسهم السيد أمين بودفلة، وشكرا للسيدة فاطمة قادري محلة اليقين اللي كانت تلبسني طيلة أيام المهرجان، وتحية حارة وحارة لكيب تكنيك، تحية حارة لهم جميعا. نترككم إذن تستمتعون مع الفنانة إيمان سهير والفنان إبراهيم حاج قاسم. Thank you.
على صدري دبلا